يدخل رجل أنيق للسوق ولازم بإيده حبل مربوط بعنق امرأة تمشي وراه. يوقف هذا الرجل وسط السوق ويرفع صوته بالنداء، منو يشتري؟ منو زايد؟ زوجة جميلة وكتومة ومدبرة، هاي الزوجة للبيع للي يدفع أكثر، تم فتح المزاد. فبسرعة يجتمع الناس حوله ويبدون يتفحصون هاي المرأة اللي وياه. فواحد يصرخ ويرفع إيده 3 شلنات، واحد ثاني يصيح 4. هنا البائع ما عجب هذا السعر وما اقتنع بيه، فصاح منو اللي يزيد؟ منو اللي يدفع أكثر؟ باعوا لها ونظروا لها وشوفوا جمالها. فهنا يصرخ واحد 5 شلنات، أنا أشتريها ب5 شلنات. فالبائع يصيح 5 شلنات، منو اللي زايد؟ منو اللي يدفع أكثر؟ الكل يسكت وما يتقدم أي شخص ثاني بعرض آخر أو يدفع أكثر من هاي الخمس شلنات. فشي سوى هذا البائع؟ يباوع على هاي المرأة اللي وياه، فينظر لها فهي تباوع هنا على الشخص اللي دفع 5 شلنات وراد يشتريها. تتفحص وتشوف نفسها اقتنعت بيه لو لا، إذا اقتنعت راح تأشر لهذا البائع وتقول له وافقت. فيصرخ البائع تم البيع، خذ بضاعتك يا سيدي، ويسلم الحبل للمشتري ويقبض شلنات الخمسة ويتوكل على الله. أكيد أنت حاليا متعجب ومندهش، شنو اللي يصير هنا عبد الخالق؟ هذا الشيء وهذا البيع للنساء وين صار؟ قبل كم ألف سنة؟ هل هذا الشيء صار بعصور الرومان لو العصور القديمة لو وين صار؟ وهنا يا صديقي أريدك تستعد للصدمة الكبيرة. هذا الشيء اللي صار بأحد أسواق إنجلترا قبل 150 سنة فقط. السلام عليكم أصدقائي وحياكم الله في فيديو جديد. وكالعادة يا صديقي جهز لي مشروبك المفضل أو أكلتك المفضلة، وقبل لا نبلش خلي زر اللايك واشترك إذا ما صرت مشترك، وخلي نبلش. موضوع فيديو اليوم يا اخوان مختلف شوي، لان صراحه لما قرات هذا الموضوع اثار انتباهه وبنفس الوقت اثار استغرابه، فقلت لازم اشاركه وياكم. فخلينا نبدا شوي شوي حتى نفتهم شنو السالفه وليش كان قبل يبيعون النساء او يبيعون الزوجات. يعني من الاخير شنو الاسباب اللي تخلي الرجل يبيع زوجته، وعلى اي اساس وباي قانون يسوي هذا الشيء. سابقا بالدول المسيحيه او اللي تعتقد بالديانه المسيحيه مثل انجلترا، الطلاق ما كان عندهم شيء قانوني، واصلا الطلاق بالمسيحيه يعتبر شيء محرم الا في حالات معينه. فكان بيع الزوجه كان وسيله شائعه ومنتشره جدا لانهاء زواج سيء او مفترض. يعني شخص هو وزوجته ما توافقوا وحسوا انه زواجهم هذا بعد وصل الحدود الاخيره وما ممكن يكملون مع بعض، فهنا شنو يقرر الزوج؟ يقرر ان يبيع زوجته. ليش؟ لان ما يقدر يطلق. هاي الظاهرة يا أصدقائي بدأت بالانتشار بالعصور الوسطى وازدهرت ونمت خلال العصر الفيكتوري، ومن خلال هاي العملية الرمزية إلى حد ما يسمح للأزواج أي الزوج والزوجة كل واحد يروح بطريقة، يعني يروحون بطرق منفصلة. الزوجة تروح وتعيش ويا الرجل اللي اشتراها وتعاشر معاشرة الأزواج، والرجل اللي باعها الزوجة سابقا واللي هو كان زوجها يروح ويدور له على امرأة ثانية ويتزوجها ويكمل حياته. يعني الحياة عندهم اتس اوكي، كل شيء ايزي، أبيع زوجتي أروح أخذ زوجة ثانية والأمور طيبة. ولكن ما ممكن لأي واحد منهم سواء الزوج أو الزوجة أن يتزوجون بشكل رسمي. يعني الزوجة إذا أرادت تتزوج من هذا الشخص اللي اشتراها مستحيل تقدر تسوي هذا الشيء إلا في حالة واحدة واللي هي موت زوجها السابق. يعني الزوج إذا أراد يتزوج زوجة جديدة لازم زوجته السابقة تموت، أو الزوجة اللي اشتراها شخص ثاني إذا أرادت تتزوج لازم زوجها السابق يموت. يعني باختصار ما ممكن ينفصلون نهائيا ويبدون علاقة جديدة إلا الشريك السابق يموت. هسه خلينا نجي يا أصدقائي للسؤال المهم، شلون صار هذا الشيء شيء قانوني؟ بكل بساطة وبدون أي تعقيد، لأن ماكو أي شيء بالقانون يحرم هذا الشيء، فالقانون يعتبره شيء مباح سويه براحتك. يعني السلطات ما ممكن تحاسب رجل باع زوجته ما دام القانون اللي هم يرجعوا له ما بيشي يمنع هذا الفعل، وكذلك ماكو اي شيء يمنع شراء زوجه من شخص اخر. لا تنصدم، خليك ريلاكس، خلي نكمل. طبعا هذا الشيء اصدقائي يعتبر موجود تقريبا فقط بالقانون الانجليزي، والقانون الانجليزي هو قانون عام. لحظه عبد الخالق، هو احنا بداية ما افتهمنا شنو معنى قانون عام؟ يعني قانون يعتمد على الاعراف والعادات السابقه، وبما انه ما اكو سابقه قانونيه او عاده سابقه تحرم بيع الزوجة فاعتبروه شيء مباح وعادي. طبعا اول من استخدم هاي الطريقة هم الاشخاص اللي ساكنين بالمناطق الريفية بانجلترا، واستمرت وياهم من القرن السابع عشر لحد بداية القرن العشرين. زين يا اخوان خلي نبدي هسه فرضية او اكزامبل او مثال. لنفرض انه انا عبد الخالق كنت متزوج بذاك الوقت وانا عايش بذاك الوقت، فشفت انه انا وزوجتي بعد خلاص ما نتفق، شنو اللي لازم اسويه حتى اتخلص منها او ابيعها؟ اول خطوة اسويها اروح اسجل زوجتي بالمزاد كسلعة
بعدها اخذها لنقطة لقاء عامة، وهناك يتم استعراضها مع حبل ملفوف حول رقبتها او حول خصرها. واكثر المزادات تصير بالاماكن العامة مثل الحانات والمعارض والاسواق، واكفت شغلة طريفة او تركاية على قولة المصريين. من الممكن قبل لا يبلش المزاد بهذا المكان العام اروح انا اسوي اد او اسوي اعلان عن مواصفات الزوجة حتى اثير اهتمام المشترين المحتملين اللي ممكن يشترون مني هاي الزوجة. يعني بالضبط وكأنما انت عندك موبايل او كاميرا او فتشي ثاني وتروح تنزله بجروب فيسبوك وتعلن يابا هذا الكاميرا هيجي، هذا الموبايل هيجي، وهيجي مواصفاته وهيجي يسوي وهذا سعره. ولا كأن هاي المرأة او الزوجة انسان ابد. ولكن هاي المزادات ما كانت كلها علنية، بل كانت اكو مزادات خاصة او سرية. بينما الامر اللي يعتبر كلش مهم هو حضور الشهود اثناء هذا المزاد. حضرنا بالمكان العام، اعلنت عن الزوجة، اجتمعوا الناس، شنو اللي راح اسويه هنا؟ راح ابدي اعلن عن فضائل زوجتي وعن الاشياء اللي هي تمتلكها وعن مواصفاتها، سواء كانت المعنوية او الروحية او المادية والجسدية. اكثر المشترين اللي يحضرون لهاي المزادات بالعادة هم رجال، وخاصة الرجال اللي يدورون على النساء المتزوجات. وكذلك اكو بعض التجار يدزون اشخاص نيابة عنهم حتى يشترون لهم النساء منك. يعني يجي هذا التاجر، تعال حبيبي سلام عليكم، عليكم السلام، يقول له ايدك تروح لهذا المزاد تشوف لي زوجة مواصفاتها كذا، شعرها كذا، وجهها كذا، رجليها كذا، ما اعرف شنو كذا، يعطي مواصفات كاملة، ديسكريبشن كامل، وكذلك ينطي الماني، ينطي الفلوس، يروح هذا للمزاد يشوف النساء اللي موجودات يباوع عليهن الى ان يلقى المرأة المنشودة او المواصفات اللي يريدها الشخص اللي يوداه، ينطي الفلوس ياخذها يوديها له وكل شيء انتهى. تخيلوا هذا الشيء اللي كان عندهم بوقتها. بمجرد ما ينجح هذا الزوج او الشخص اللي اجى للمزاد واشترى هاي الزوجة، مباشرة يصبح زواجها السابق باطل، ولكن يعتبر باطل عرفيا وليس قانونيا او كنائسيا. يعني هي بالعرف او بين الناس ما صارت زوجة هذا الرجل اللي باعها، ولكن قانونيا او دينيا او كنائسيا تعتبر هي زوجته، للان ما مطلقة وما منفصلة عنه. بعد ما هذا المشتري ياخذ هاي الزوجة، هنا هو راح يتولى كل امورها، من الامور المالية والانفاق عليها او رعايتها، يعني خلاص تعتبر انه هي زوجته، ولكن زوجته عرفيا، ركزوا بهذا الشيء، لا قانونيا ولا دينيا، فقط عرفيا زوجته. ايش وقت تصير زوجته قانونيا ودينيا؟ لما زوجها السابق يموت. الاسعار اللي كانت تنباع بها الزوجات تتراوح من بضعة بنسات الى عدة جنيهات. وتخيلوا انه تم بيع بعض الزوجات مقابل نص لتر من البيرة. هسه يا اصدقائي خلنا نعطيكم بعض الاسباب اللي تخلي الزوج يبيع زوجته او يدخلها لمزاد بيع الزوجات امام الناس وامام العلن. السبب الاول الخيانة. زوجة تخون زوجها، فهنا هذا الزوج يضوج وينزعج فيقرر ينتقم منها، فياخذها لهذا المزاد وامام الناس وهي مربوطة بحبل ويعرضها كسلعة ويبيعها. ولكن اكو هواي حالات تم بيع بيها الزوجة للشخص اللي عشقها او اللي خانت زوجها وياه، او اذا اخذها زوجها مثلا للعلن وهذا الشخص اللي عشقها او حبيبها ما اجى للمزاد وما اشتراها، فعائلتها تشتريها حتى يتأكدون انه زواجها السابق انتهى. بحالات ثانية كانت اكو اتفاقيات بين الزوجين والعشيق. على سبيل المثال ذكرت وحدة من الصحف الصادرة عام 1804 الخبر التالي: رجع رجل اسكافي البيت بوقت مبكر، فلقى زوجته بأحضان رجل آخر. غضب هذا الإسكافي بشدة ودخل بمشادة كلامية ويزوجته، ولتهدئة الأمور العشيق يعرف على الرجل شراء زوجته، فوافق الزوج وتم البيع. يعني الموضوع بسيط وقابل للحل وما بي أي شيء معقد. السبب الثاني اللي يخلي الزوج يبيع زوجته هو مشاكل غير قابل للحل، يعني وصلوا إلى طريق مسدود. بمجرد ما يتفق الزوجان أنه خلص بعد لازم ننهي علاقتنا مع بعض لأنها صارت مو ناجحة وما ممكن إصلاحها، فيقرر الزوج يدخل زوجته بموافقتها ورضاها للمزاد. يعني ماكو اي حل وسط، لو تتفقوا وياه واذا ما اتفقوا لازم تنباع الزوجة، يعني الزوجة ما عندها خيارات هواي، على عكس الشيء اللي يصير بوقتنا الحاضر، بحيث ممكن تطلع الزوجة من زواجها بشكل جدا ودي وتحافظ على كامل حقوقها، لكن هالشيء بالسابق ما كان موجود. يعني تخيلوا انه المرأة سابقا او الزوجة كانت تعتبر من املاك الرجل. ايفون يا اخي مو زوجة. ولكن يا اصدقائي اكو بعض الحالات الاستثنائية، مثلا الزوجة تقرر انه هي تتكفل بشراء نفسها. شلون يعني؟ يعني تتفق ويا شخص هي تعرفه او احد افراد عائلتها، تنطي الفلوس حتى هو يجي للمزاد، ولما يتم عرضها بالمزاد هو راح يشتريها، وبالتالي هي راح تحصل حريتها وتطلع من هذا الزواج. وكذلك من الحالات الغريبه اللي تم توثيقها بذاك الوقت، اكو نجار باع زوجته وهو سكران، ولما رجع لوعيه واستفاق من سكره ندم وراح حتى يرجع زوجته، لكنها رفضت الرجوع وياه فانتحر. للاسف يا اصدقائي بذاك الوقت كانت تعتبر الزوجه او المراه مجرد سلعه يتم باع
بيعها وشرائها مقابل مبلغ بسيط أو زهيد. ختاما خلينا نختم فيديو اليوم بهذا السؤال، هل بيع الزوجة قانوني أم لا؟ مثل ما قلت بذاك الوقت الزوجان إذا رادوا يطلقون أو ينفصلون عن بعض فلازم يحصلون على موافقة وإذن خاص من البرلمان. تخيل عزيزي المشاهد شقد كان الطلاق بذاك الوقت صعب، يعني حتى بس تطلق زوجتك لازم تروح تاخذ موافقة من البرلمان وتصير هوسة وأشياء معقدة حتى فقط يتم الطلاق. لهذا السبب الأكثرية كانوا يلجؤون لهذا الشيء وهو بيع الزوجة بالمزاد. واستمر هذا الموضوع مثل ما قلت من القرن 17 لحد القرن 20، يعني قبل 150 سنة، ولكن تبقى المرأة والزوجة مكرمة ولها منزلتها ومكانتها بالمجتمع. والحمد لله والشكر العالم تطور والأفكار تغيرت. وبس يا أصدقائي هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، إذا عجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وكذلك تتابعونا على الانستغرام. أخوكم عبد الخالق، سلام.